كان عندي مشكلة في النت بس هسه انحلت الحمد لله. اها ابراهيم عماله بقول انه هيو ها كانت كهرباء قاطعه وهيو شرح حزمه نت، يعني مش انا المشكله بس برضو انتو يعني جزء من المشكله. ها أنا أصلاً والله كنت ان شاء الله ناسي أو مشاكل عارف لازم نحل مع بعض. يلا طيب وصلنا لعند هلا المره السابقه مش هيك، هون تحت وصلنا اخذنا ارتفاع ايجاد ارتفاع بنائي من صوره، لا بدنا نشوف كيف نجد ارتفاع النقطة على رأس جبل من صوت من بنشوف إذا صورة واحدة بكفي ولا بكفيش. خلينا نشوف شو المقصود بستيريسكوبيك فيجن. أخذتوا شيء بالعملية عن الفوتوغرامتري ولا لسه يا شباب؟ لسه دكتور ما اخذ لا أها وين العملية عندكم؟ يوم الاحد الأحد عطلي ولا أحد، أنتم مفروض أنتم دكتور المفروض يبعث لنا على المودل يعني اتفقتوا انتوا وياه هيك مش هيك؟ حكى لنا اذا كان الاحد عطل تبعوا على المودل تبعه متبعوا ايش؟ لانه رح يبعث لنا مثل الموعد اللي رح يعطينا اياه بدل يوم الاحد البديل لانه اليوم اعلنت الجامعه انه السبت والاحد عطلي. على كل حال تبعوا مع الاستاذ مهند برضو زي ما حكى لكم. طيب شو المقصود في ستيريسكوبيك فيجن؟ اللي هي ظاهرة الإبصار المجسم. شوفوا شيء ظاهرة الإبصار المجسم شباب. طلعوا لي هنا على الصورة هذه. خليني أفتح لكم ملف ثاني يمكن يكون أوضح شوي. شايفين هذا الملف؟ شايفين دكتور طلعوا الصورة الأولى اللي أخذتها الطيارة كانت في هذا المكان، هي أبعد الصورة من هان لهان لهان لهان. الصورة اللي بعدها اطلع عليها هي وين بعدها، من هان لهان لهان لهان. يا ترى هذه المنطقة طلع عليها هاي المنطقة شايفينها؟ شو قصة هالمنطقة يا شباب؟ الداخل بينها صح؟ هاي تم تصويرها من two different view points، يعني الطيارة كانت هنا صورت بعدين هنا صورت، فهاي المنطقة مشتركة بين الصورتين صح؟ يعني هاي المنطقة تم تصويرها from two different view points from here and from here. الآن جيب الصورتين هذولا، هاي صورة وهي صورة، جيب الصورتين وحطهم قدامك، أرجيكم كيف تحطهم قدامك. طبعا هذه نفس الشيء في منطقة مشتركة هنا بس مش واضحة زي الصورة الملونة، هي المنطقة المشتركة. اوكي؟ لأن هذول الصورتين حطهم جنب بعض. أشوفهم هنا أفضل. أيوه حطهم جنب بعض. فاصل 4-5 سم بينهم.
لا نحط فاصل عمودي، هي أنا صورتي وأنا بتطلع، هذا الجهاز بيكون باللي أنا بحكي فيه. لا نحط فاصل عمودي بينهم. حط فاصل عمودي. بحيث انه عينك اليمين، طلع هاي عينك اليمين، تشوف الصورة اليمين بس، ما بتشوف اي شيء من الصورة الشمال، في حاجز. وعينك الشمال الصورة، تشوف الصورة الشمال ولا ترى اي شيء من الصورة اليمين. تخيلتوا الوضع ولا ما تخيلتوهوش؟ يعني انا ممكن يكون عندي الصورتين هنا على المكتب بفاصل 5 سم بينهم، بعدين احط بينهم فاصل. نعم، هاي الصورتين مبينين عندكم ولا لا شباب؟ مبينات الورقتين؟ دكتور روضة مبين هذا الكلام مبين. اوكي هيهم، هاي الصورتين. بعدين ترى شو بسوي؟ بجيب فاصل بينهم هيك. اوكي؟ بعدين بحط راسي، هي خلينا نصور حالي اذا في مجال، بحط راسي هيك بحيث ان عيني اليمنى تشوف الصوره اليمنى وعيني اليسرى تشوف الصوره اليسرى. تخيلتوا الوضع ولا ما تخيلتوه؟ مبلغ اوكي. الان اذا عينك اليمنى بتشوف الصوره اليمنى وعينك اليسرى بتشوف الصوره اليسرى. الان المفاجاه، عارفين شو المفاجاه؟ عينك اليمنى تأخذ المنطقة المشتركة وكذلك العينك اليسرى، وبرسلوا هالإشارة للدماغ، والدماغ بيقوم بدمج المشهدين معا وتكوين 3 dimensional model للمنطقة المصورة. استوعبتوا شو اللي بصير؟ تمام. ويتشكل 3 dimensional model للمنطقة المصورة، يعني بتشوف المنطقة بأبعادها الثلاث، العمارات تنتصب، الأشجار تنتصب، أعمدة الكهرباء، إيش مكان، كل شيء بتشوف منتصب. فطالما عملنا 3 dimensional model، إذا كنا عارفين السكيل تبعه، هذا 3 dimensional model مصغر. يعني إحنا جبنا الطبيعة عندنا على المختبر بس بشكل مصغر. إذا عرفنا نسبة التصغير ما بين اللي امامنا والواقع، او الواقع واللي امامنا، يعني نسبه التصغير هي مقياس الرسم، صار ما علينا الا ان نقيس على الموديل هذا ونجهز المخططات والخرائط اللي بدنا اياها ونستنبط المعلومات اللي بدنا اياها. استوعبتوا الكلام؟ استوعبت. مفهوم يا شباب؟ هذه اللي يطلق عليها اسم ظاهره الابصار المجسم. هذا اللي يطلق عليه اسم ظاهرة الإبصار المجسم. وظاهرة الأجسام الإبصار المجسم كم عين بدها؟ كم عين بدها؟ عينتين. طيب واحد عنده مشكلة في أحد عينيه بيقدر يشوف إبصار مجسم؟ لا بيقدر. صحيح. لا بيقدرش يشتغل فوتوغرامتري. بيقدرش. طب ليش؟ شو اللي بصير؟ الان احنا كيف بنشعر في البعد؟ يعني تطلع انت حواليك، حدد اي هدف وقدر المسافه بينك وبينه. انت في دارك. الان كيف انت قدرت تقدر المسافه بينك وبين الهدف؟ كيف نشعر بالبعد؟ شوف علي. طلع لي هاي العينين الثنتين، هاي عين وهاي عين، وانا هنا في عندي اوبجكت ليكون ايه؟ هذا الاوبجكت ببعث شعاعين، شعاع على عيني اليمنى، شعاع على عيني اليسرى، هاي اليمنى وهاي اليسرى، هاي اللفت هاي الرايت. هذول الشعاعين في بينهم زاويه، صح؟ كلام سليم ولا لا؟ بلى. الان لما يقترب الاوبجكت منا، افرض انه صار على بي،
اقترب، صار جهتي، شو صار في الزاوية؟ بزيد ولا بتنقص؟ هي طلع فاي 2، مين أكبر، فاي 2 ولا فاي 1؟ فاي 2. زادت الزاوية، إذا زادت الزاوية مش هيك؟ لما بيقترب الأوبجيكت شو بصير بالزاوية؟ ها مظبوط، بتزيد الزاوية. بتزيد. العقل البشري يتفهم إنه زيادة الزاوية معناته الأوبجيكت صار أقرب، وكذلك يأخذ هاي الزاوية ويحولها إلى مسافة. بالطريقة هذه أنت بتشعر بالبعد، بتحس بالبعد. الآن إذا فقدنا الإبصار في أحد العينين شو اللي بصير؟ ببطل في زاوية. ما هي الزاوية بدها شعاع عين، صح ولا لا؟ مظبوط، بصير في شعاع واحد بس، بطل في زاوية، بتبطل تشعر بالبعد. الآن تعال تخيل حالك بدك تجيب صينية شاي وتقدم لمجموعة من الضيوف عندك، بس واحد من الضيوف بشوفش إلا بعين واحدة. راح تلاحظ اللي بشوف بعينيه تنتين بسرعة بمد ايده، اوكي، الكاسة بسرعة بمد ايده وبروح ماسك الكاسة. بس اللي عنده مشكلة في أحد عينيه، تتخيل الوضع، راح يمد ايده يصير يحسس، بجوز ايده كمان تضرب الكاسة وينكب شوي منها قبل ما يكينا، صح ولا لا؟ صحيح. ليش؟ لأنه بعينين تنتين استطاع انه يميز قديش بعد الكاسة وعلى طول يمسكها وقيمة. بس اللي بعين واحدة هو شايف صينية الشاي قدامه بس مش قادر يقدر البعد عشان يقدر يمد ايده وقيمة براحته. وتعالوا تاني نعمل تجربة مع بعض، احنا كلياتنا الان نعمل. الان انت مد ايديك هيك قدامك وخلي اصابعين ايديك طلع عليهم بعينيك الاثنين وخليهم يضربوا ببعض اصابعين الاثنين، بس خليك ما تدرب، يعني خليهم بعد عنك نص متر. الان سكر عين، ها عين دعمك قدامكم، سكر عين وعيد نفس التجربه. يلا شوف، شوف كيف انه اصابعك بطل يضربوا ببعض، صاروا يجوا جنب بعض. جربوها. بلى دكتور، صح صح ولا لا؟ طب شو اللي حصل؟ اللي حصل انه بطل يصير في زاويه، بطلنا نقدر البعد. فهمتوا الكلام هذا شباب؟ واضح دكتور، واضح. اذا حتى تقدر تشوف ابصار مجسم لزمك عينين تنتين. واحد عنده مشكله في احد عينيه، سلامتك، شوف له شغله ثانيه. طيب قديش يعني انت هلا اختار عده اوبجكتس عندك في الدار، مش بتقدر تقدر كل اوبجكت قديش بعيد عنك؟ تقدير. ومش بتقدر تحكم انو الاقرب انو الابعد؟ بلا 100%. طب لحد قديش انت بامكانك تحكم؟ يعني لو الاوبجكت ابعد عنك وصار على بعد كيلو، لو حطينا تو اوبجكتس زي بعض بس واحد بعيد كيلو وواحد بعيد كيلو ومتر، يعني واحد بعيد 1000 متر وواحد بعيد 1001، بعدين قلنا لك مين اللي أقرب أو الأبعد، تقدر تجاوب؟ لا صعب بكون. طب لحد كديش بإمكاننا نجاوب؟ لحد 100 200 متر 300 متر 400 متر، لحد كديش؟ جوز 200 متر. حسب الإشي، حسب الزاوية اللي بين عيوننا والإشي، صح؟ طيب أكثر. شوف يا شباب، وجد إنه طالما انه الزاويه هذه اللي ببعثها الاوبجكت للعينين الثنتين اكثر او يساوي 20 ثانيه، فانت بامكانك تحكم على قرب الاشياء وبعدها. اذا قلت عن 20 ثانيه بتبطل تقدر تحكم. طب خلينا نحولها لمسافه. هذه وجدوا انه طبعا المسافه بين مركزي العينين للانسان يطلق عليها اسم اي بيس. الإنسان المتوسط الآي بيس له 6.3 سنتي، يعني 63 مليمتر. هلا في ناس ربنا خالقهم عينيهم بعد عن بعض شوي، تكون الآي بيس لهم أكبر، هذولا
شغل الفوتوغرامتري لهم اسهل واحسن. وفي ناس الله خالقهم عينهم قراب من بعض، هذا صعب عليه شغل الفوتوغرامتري شوي. بس بالمعدل لو اخذنا 20 واحد وكسنا لهم الاي بيس واخذنا المعدل بنلاقي بحدود 6.3 سم. الان هاي العينين الثنتين هيهم مسافة بي خلينا نقول 6.3 سم، هي اون ذا افريج. هاي المسافة خلينا نفترض انها كأنها جزء من دائرة يعني. جزء من دائرة كبيرة، هاي نصف قطرها دي نسميه. لأن هاي المسافة أي كوس طوله بيساوي نصف القطر مضروب بالزاوية بالراديان، صح ولا لا؟ صحيح. طيب بين المسافة هي الكوس 0.063 شو بيساوي؟ الزاوية هاي نحولها راديان، عشية على 3600 في 180 ضرب نصف القطر اللي هو دي، منها احسب دي بيطلع لنا 50. يعني بما معناه طالما انه الاوبجكت ستمية وخمسين متر كان الاي بيس، طب ما هي هذه مشكلة بتصادفنا بالفوتوغرامتري. كيف؟ كان في مشكلة نفط. ما انا عارف، ما عارف، عرفت، مو بعطينا على الشاشة انا مشكلة رسالة، عشان هيك سكتت. الان رجع الصوت. هذا تمام. تمام. اوكي، اذا لحد 650 متر انت بامكانك تحكم على قرب الاشياء وبعدها، بس بعد هيك ترفع الرأي البيضة، نطل نقدر نحكم على قرب الأشياء وبعدها. طب ما هي هذه مشكلة موجودة عندي بالفوتوغرامتري. أنا عندي الطيارة على بعد، ممكن بتصور على بعد 2 كيلو أو 3 كيلو من سطح الأرض، يعني أكثر من 650 متر. أنت لما بتقول تحكم على قرب الأشياء وبعدها، معناته أنت بتتكلم عن ارتفاع الأوبجكت عن سطح البحر. كل ما الأوبجكت ارتفع عن سطح البحر صار بعده عن الطيارة أقرب، صح ولا لا؟ صحيح. فهمتوا علي ولا ما فهمتوش؟ بلا بلا. انه انا بدي اقيس ارتفاعات. اقيس ارتفاعات. واذا قدرت اقيس الارتفاع بين الاوبجكت والطياره، بطرحه من ارتفاع الطياره عن سطح البحر، بيطلع عندي ارتفاع الاوبجكت عن سطح البحر. فهمتوها؟ دكتور وصل. اوكي. طب هاي المشكله موجوده عندي، انا المسافه عندي اكثر من 650 متر، فشو بدي اعمل؟ كيف انا بقدر اشوف الاشياء بوضوح وقيس مسافات؟ في هاي الحاله بدي الجا لشغلتين. تخيل انه هذا ما كان 6.3 سم، تخيل لو كان 10 سم، ساعتها المسافه اللي انت بامكانك تشوفها بتزيد بشكل واضح، بتزيد ولا بتنقص؟ بتزيد. إذا مين أحسن، العينين بعاد عن بعض ولا العينين اللي قراب من بعض؟ مين عنده حدة في الرؤية أكثر؟ اللي عينين بعاد عن بعض، صح؟ بعاد عن بعض، مظبوط. فإذا أنت بدك تزيد المسافة اللي بإمكانك تشوف فيها بوضوح، بدنا نكبر الاي بيس تبعك. طب كيف بدنا نكبره؟ نمسك راسك ونشقه نصين ونقول فيه هيك، مزبوط. ايش في عندنا؟ اجهزه الفوتوغرامتري هذه وظيفتها انه ظاهريا تكبر لك الاي بيس تبعك، صار بامكانك تشوف بشكل اوضح. هاي شغله. وشغله ثانيه انك تكبر الفيلد اوف فيو. كثير مرات انت بتحمل منظار وبتطلع على التفاصيل. يعني لو انا في الجبل الشمالي وطلعت على الجبل الجنوبي ومعي منظار، بشوف الامور بوضوح ولا لا؟ بشوف. سبب انه قمت بتكبير التفاصيل اللي انا بتطلع عليها. يعني هن لو خليتك تطلع بدون منظار على بنايتين، بنايه طولها 100 متر بعرض 100 متر بارتفاع 100 متر، وبنايه 10 ب10 ب10، والثنتين كانوا بعد عنك كيلو،
تقدر تحكم انه الاقرب وانه الابعد ولا بتقدر ايش؟ بناية 100 في 100 في 100 وبناية 10 في 10 في 10 زي بعض، بس بسبب اختلاف الحجم تقدر تحكم انه الاقرب والابعد ولا بتقدر ايش؟ ها شباب، هم الاثنين ابعد عنك كيلو ما يكون، بس هل الحجم بيلعب دور ممكن يسهل عليك ولا ما بيلعب دور؟ ببين الاكبر اقرب ممكن. مش بالضروره تقدر تحكم انه اقرب. لا دكتور ما بيختلفوا يعني عادي يعني بشوفهم نفس المسافه، شو دخل الحجم؟ الحجم واللون بدخلوا لهم علاقه، حجم واللون طبعا. يعني انا مش لاقي طريقه اقنعكم فيها، لانه ما ضلش امامي الا اروح اجيب تو اوبجكتس، واحد 100 في 100 في 100 وواحد 10 في 10 في 10، واخلي واحد منهم اقرب من الثاني ب 10 متر واقول لك اطلع عليهم، راح تلاحظ انه الحجم بيساعدك انك تحكم انه الاقرب وانه الابعد، كمان اختلاف اللون بيساعدك بس مش بشكل كبير. بس اذا انت بتمسك منظار وبتطلع على التفاصيل، المنظار لو كان في عندك إشي أقرب من الثاني بمترين ثلاثة وتطلع بالمنظار بتقدر تحكم ولا بتقدر إيش؟ بقدر. كيف؟ ليش؟ المنظار شو عمل؟ عمل على تكبير التفاصيل، وهذا شبيه لما أنت بتطلع على بنايتين 100 في 100 في 100 أو 10 في 10 في 10. ففي عندنا طريقتين أن نوضح الرؤية، اللي هي طريقة نكون نكبر التفاصيل اللي بتطلع عليها، أو ظاهريا نكبر الآي بيس، وهذا اللي بيكون فيه أجهزة الفوتوغرامتري، ومن ضمنها هذا الجهاز اللي انتم شفتوني قبل شوي بطلع عليه، اللي هو اسمه ميرور ستيريسكوب، اللي هو الجهاز. طبعا هذا أحد أبسط الأجهزة بالفوتوغرامتري، هحكي عنه إن شاء الله تعالى. يا ريت لو في الدار تتمرنوا على الرسمة هذه، هذول الثنتين هما صورتين لنفس الشيء، واحدة أخذت من هنا وواحدة أخذت من هنا، وهذول الثنتين صورتين لإشي مختلف، برضو صورة أخذت من هنا وصورة أخذت من هنا، هذول مختلفات. يعني هنا في عندي فاصل بينهم، هدول لحال هدول لحال. الآن حاول أنت في الدار إنك لو جبت ورقة زي هاي الورقة بالضبط تمشي لحال، أوكي؟ هاي الورقة أحطها وين؟ على هذا الحيز، حطها وبعدين حط جبينك على الورقة هيك، بحيث انه عينك اليمنى تشوف الصورة اليمنى وعينك اليسرى تشوف الصورة اليسرى، وشد على عينك شوية، يعني بالعامية بدي اقول لك حدك حملك بحلك قبل انه صلح اللي بدك اياه، راح تلاحظ شوي 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 ما تشوف الا المشهدين قربوا من بعض، وبعدين زي المغناطيس تطلع على مشهد واحد وراح تنتصب التفاصيل وستطلع على 3 dimensional object. فأنا ما بدي أحكي لكم هدول شو بمثلوا ولا هدول، أنا بدي أخلي هاي التجربة أنتم تعملوها في الدار. مفهوم شباب؟ مفهوم مفهوم دكتور. لأن شباب حتى نحصل على ideal stereoscopic vision، طبعا هاي الوضع اللي لنا في الجو، هاي الطيارة تاخذ صورة تقدم لقدام تاخذ صورة ثانية، لاحظ في عندي هاي المنطقة مشتركة بين هاي الصورة وهاي الصورة، يعني هي ها هاي حدود صورة هنا، اللي أخذت من هنا اللي أخذت من هنا، وبعدين
الصورة اللي أخذت من هان هاي حدودها من هان لهان صح؟ فهي المنطقة هاي المنطقة مالها؟ مشتركة بين الصورتين صح؟ مشتركة هاي المنطقة اللي بنقدر نشوفها in 3 dimensions لأن حتى تحصل على 3 dimensional view ideal نسميه ideal stereoscopic vision بدنا يتوفر ثلاث عوامل العامل الأول لازم يكون في عندي صورتين متتاليتين متداخلتين إذا فيش تداخل يعني لو جبنا صورة للجنين وصورة للنابلس وطلعنا عليهم بنشوف 3 dimensional view بنشوفش لازم يكونوا الصورتين لنفس الاوبجكت صوره ماخوذه من هنا وصوره ماخوذه من هنا اما جيب لي صورتين لاوبجكتس مختلفات ما بنشوف في دايمنشنال فيو اذا لازم يكون في عندي تداخل كافي بينهم صح مظبوط رقم واحد لازم يكون في صورتين متتاليات متداخلات رقم اثنين لازم يكون الاكسس تبع الكاميرا عمودي ايوه هاي الاكسس عمودي هاي الاكسس عمودي وين ما تروح هاي الاكسس عمودي احنا بنحكي عن الايديال ثلاثي لازم يكون عندي نفس الارتفاع للطياره في كل الصور يعني هذا الارتفاع يكون هو نفسه هذول ثلاث عناصر لازم توفر فهمتوا يا شباب نفس الارتفاع الطياره ما تملش لازم الاكسس تبعها عمودي ولازم كل صوره تكرر جزء من اللي قبلها بالكو اذا انا بدي اصور كل المنطقه واشوفها 3 دايمنشنال وما يصير عندي فراغات قديش لازم كل صوره تكرر من اللي قبلها شو بتتوقعوا؟ يعني أكبر جزء ممكن قديش؟ قديش لازم كل صورة تكرر من سابقتها عشان ما يصيرش عندي فراغات؟ خمسين بالمية صحيح صحيح هيو طلع ها هاي أول صورة هاي أول صورة الصورة اللي بعدها هاي الصورة اللي بعدها هاي واضحة الألوان ولا مش واضحة؟ خلينا نشوف لون أزرق هاي الصورة بعدها كر 50% الصورة اللي بعدها كر 50% لاحظ هاي مشتركة بين صورتين هاي مشتركة بين صورتين والصورة اللي بعدها هاي 50% كل صورة تعيد من سابقتها أقل شيء 50% وهلو مجر بس احنا عادة ما بناخذ 50% احنا بناخذ 60% عارفين ليش؟ لأنه نفرض انه الطيارة طايرة نزلت في مطب مطب جوي ما بعرفش إذا حدا منكم طار بالطيارة الطيارة بتدخل في مطب جوي ممكن ما تشوفها ولا نزلت كيلو مرات طبعا كان الواحد به هو بفكر انه السيارة الطيارة راحت نزلت هيك صار معنا أكثر من مرة إذا الطيارة نزلت والطيارة صارت هانا ساعتها حجم التغطية تبعتها بتقل صح؟ فعشان ناخذ هذا از فاكتور اوف سيفتي فبنخلي التغطية 60% لو بدها تنزل تنزل ل 50% واحنا بزمنا مينيمم 50% استوعبتوها شباب؟ دكتور وصلت اوكي هذا تداخل طولي لسه في تداخل عرضي بعد ما تلف الطيارة مشان تاخذ خط طيران ثاني
لازم في يكون في تداخل جانبي بين الصور، عاده بناخذ 20 ل 30%. بعلق عليه لاحقا، بس خلينا هسه في التداخل الطولي. اذا لو حاولنا نرسم صورتين متداخلتين، وانا بعتذر منكم بدنا ناخذ لنا 10 دقائق زياده، ماشي يا شباب؟ لانه تاخرنا في بدايه المحاضره، نستمر المحاضره الساعه 3. في حدا عنده مانع؟ كلياتكم خمسه الموجودين، كلياتكم خمسه، وانا صعب علي اقتنع انه الاخرين بتبعوا كل شيء. اذا الايديال اريال ستيريوسكوبيك فيجن تتحقق لما يكون في عندي تو بيكتشرز وذ فورورد اوفرلاب، قلنا في تداخل طولي وفي تداخل عرضي لما تلف الطياره، وايكوال فلاينج هايت وفيرتيكال كاميرا اكسس. الان لو جينا اخذنا صورتين من الصور المتداخله طوليا، يعني هاي الصوره هاي الصوره مع هاي الصوره، هاي الصوره هي اللي عندها انا مع هاي الصوره اللي عندها، اوكي؟ الان هاي الصورتين جنب بعضهم البعض، مش هيك هما بالفراغ؟ لنفرض انه الان انا في عندي اوبجكت عندي نقطة على سطح الأرض. هاي النقطة بيجي شعاع منها على الصورة هذه، وهي يظهر صورتها مكانها في بي 1. شايفينه ولا مش شايفينه شباب؟ بلا بلا شايفين. لما الطيارة تقدم لقدام، طبعا الطيارة ماشية بهذا الاتجاه، هيك لما توصل لأوتو بتاخذ صورة ثانية، فالنقطة بي هي تظهر هنا. لسه لما بتاخذ كمان صورة لقدام بجوز النقطة بي تظهر في المنطقة من ورا، بعد ما تعدي الطيارة عن فوق النقطة. فهمتونا ما فهمتوش؟ دكتور واضح. طب لو جينا اخذنا على الصورة الشمال هذه سمول اكس واي اكسس، هاي اكس وهي واي، شايفينه؟ اذا هاي النقطة، طبعا انا ممكن يكون عندي كابيتال اكس واي اكسس تحت على الارض جدلا نفترض، وهي كابيتال اكس وهي كابيتال واي، هاي سمول اكس وهي سمول واي، هاي سمول اكس هاي سمول واي. الان هاي النقطة بي 1 هاي هي بي على الارض، على الصورة الشمال سميناها بي 1، على الصورة اليمين سميناها بي 2. بي 1 في لها مسقط على الاكس اكسس في ام 1، اوكي؟ وهنا في مسقط على الاكس اكسس لو اخذنا كمان سمول اكس واي في ام 2. على الصورة الشمال الاكس تبعتها هي اكس 1، هي المسافة هي من هنا لهنا. على الصورة اليمين بتقل، كل ما تقدمت الطيارة شو بصير بالاكس؟ بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. إذا الطيارة ظلت ماشي دغري وما صار لها شفتال لا يمين ولا شمال، الواي بتضلها نفسها، هاي واي 1 بتضلها نفسها، واي 1 بتضلها بتساوي واي 2. إذا ما صار شفتال من رياح جانبية للطيارة بنسميه دريفت، بتضلها الواي 1 والواي 2 متساويات، صحيح ولا لا؟ مظبوط. استوعبتوا هذا الكلام حتى الآن؟ تمام. بس هل الاكس 1 بتساوي الاكس 2 ولا كل ما مشينا الاكس بتقل؟ بتقل الاكس، هي كل ما مشينا الاكس بتقل. عشان نشوف شو الفرق بينهم، خلينا زي ما اسقطنا النقطه بي 1 هنا ام 1 وهنا ام 2، هنا اسقطها على الارض. لو كان في عندك كابيتال اكس واي كوردينيت سيستم، هاي الاكس وهي الواي، اوكي؟ فلو جينا اسقطنا النقطة على الاكس كوردينيت سيستم بيطلع عندي ام هنا، والشعاع اللي واصل من ام لاو 2 بمر من ام 2، ومن ام لاو 1 بمر من ام 1. هيو شايفين الحكي هذا ولا مش شايفينه؟ هاي الشعاع وهذا الشعاع شايفينهم؟ بمروا من نفس مساقط النقاط على الاكس اكسس. واضحة الجيومتري ولا مش واضحة؟ واضحة. طيب المسافة
بين O1 و O2 نطلق عليها اسم Air Base. إذا في عندي Eye Base بين العينين الثنتين، في عندي Air Base بين موقعي الطيارة في الحالتين، لما أخذ الصورة الشمال والصورة اليمين. طبعا في بينهم مسافة، طيارة ما شفت مسافة B. طب المسافة B شو بتساوي يا شباب؟ اتذكروا قبل شوي لما رسمت لكم، نرجع نرسم الرسمة هاني. هاي الصورة الشمال، نعملها أرفع شوي. هاي الصورة الشمال اللي هي 6.3 سنتيمتر. لا، هذه الصورة اللي في الجو. هاي الصورة في الجو، الفورمات، معظم الصور الجوية أخذت بفورمات 9 إنش اللي هو 22.86 سنتيمتر. هاي صورة الفوكال بلين في الكاميرا، الفيلم، فيلم عريض مش فيلم من الكاميرات العادية. فهمت يا مهند؟ دكتور فهمت عليك. اوكي، الآن الصورة اللي بعدها هاي، هو الصورة اللي بعدها تكرر من اللي قبلها. قديش تكرر منه؟ هلا حكيت قبل شوي 60%. طيب هاي مركز الصورة الأولى، نقول حط نقطة ماشي، أو خلينا هيك نعملها. هاي مركز الصورة الأولى، وهاي مركز الصورة الثانية. مين بيقول لي من مركز الصورة الأولى لمركز الصورة الثانية قديش بيساوي كبعد، قديش مسافة؟ إذا كان التداخل 60% من، طبعا 60% من عرض الصورة، والصورة يا شباب على الأرض، انتبه علي، في الجو. هاي الصورة في الجو، صغير. هاي الصورة في الجو، بس على الأرض هيها بتغطي، لنطلع بتغطي هالكد مساحة في الجو، بس على الأرض هي فاردي، المساحة كبيرة، صح ولا لا؟ صح. شباب عرضها قديش دكتور؟ خلينا نقول عرضها في الجو سمول دبليو، سمول دبليو، وعلى الأرض كابيتال دبليو. السمول دبليو على كابيتال دبليو هو مقياس الرسم ولا لا؟ بلى. صح؟ صحيح. طيب، إذا هذه الصورة بتغطي على الأرض مسافة مقدارها كابيتال دبليو. صح؟ مظبوط. طيب المسافة بين مركز الصورة ومركز الصورة قديش؟ 4.4 دبليو. صح مظبوطه. اللي هي ايش بتساوي؟ هذه المسافه بي نقدر نوجدها بطريقتين. هي بي بتساوي في في تي، سرعة الطيارة في الزمن المنقضي بين أخذ صورتين متتاليتين، ولكنه هذا يساوي 1 ناقص OF W. شيل OF، الفورورد أوفرلاب 60%، 1 أو 100% ناقص 60%، 4 في 10 في W. استوعبتوها؟ دكتور وصلت. طبعاً هذه الأربعة في العشرة في دبليو هي نفسها بتساوي سرعة الطيارة في الزمن المنقضي بين أخذ صورتين متتاليتين. الآن أوكي، إذا البي هذه الاير بيس معروفة عندنا. الآن شوف شو بدي أسوي. بدي أرسم هذا الشعاع اللي جاي من O2 ل M، بدي أرسم له موازي هنا. أيوه. الآن قولوا لي المثلث O2
M ولعند هاي النقطة. هل يختلف عن مثلة O1 لعند E لعند O؟ طب شايفين المثلتين هذول زيهم زي بعض صح؟ زي بعض متطابقين. وهاي الـ F هي نفسها، معناته هاي المسافة اللي هي الـ X2 هي نفس هاي المسافة اللي هي هنا صح ولا لا؟ مظبوط. طب ما هي المسافة من N1 ل M1 هنا اللي هي نفسها X1 صح؟ شيء هي X1. إذا مين بيقول لي هذا اللي بالأحمر اللي بدي أرسمه بالأحمر الآن أنا؟ إيش هو هذا؟ هذا اللي بالأحمر شو هو؟ X1 ناقص اللي بالأزرق. هو اللي بالأزرق X2. وهي هذا X2. هذا يساوي هذا صح؟ إذا هذا X1 ناقص X2. فهمتوها ولا لا؟ دكتور X1 ناقص X2. هذا يطلق عليه X parallax. شو يعني parallax؟ parallax هو التغير الظاهري في موقع نقطة ما على صورتين متتاليتين بسبب تغير موقع الكاميرا. الكاميرا يعني الصورة كان في إحداثيات X1، بعدين سبحان الله إحداثياتها صارت X2. طب بس يتغير إحداثياتها؟ لا، بس هي تغيرت لأنه في عندي تغير في موقع الكاميرا. إذن هو تغير ظاهري في الإحداثيات وليس تغير حقيقي. على الأرض النقطة إحداثياتها ثابتة ما بتغير، ولكن كان في إلى X1 صار عندي X2. ليش؟ لأنه الكاميرا اللي تغير. فهذا الفرق بنسميه X parallax. وإذا صار في عندي فتال في الصورة بصير في عندي Y parallax، وإذا صارت الطيارة طلعت ولا نزلت بصير عندي برضو زد parallax. فهمتوها؟ هنتعامل مع الأسهل هلا، بس إنه ما فيش عندي إلا X parallax. الآن خذوا لي هالمثلث. طبعا مدام هذا يوازي هذا، فمين بكل هاي المسافة من هان لهان شو بتساوي؟ هي نفسها البي هذه ولا لا؟ هي المثلث هذا عندك متوازي اضلاع مزبوط؟ لا لا دكتور صحيح مزبوط. اذا هذه بي كمان مش هيك؟ صحيح. اذا خذوا لي هالمثلث هذا الكبير، شايفين هذا المثلث قاعدته هنا بي، مع هذا المثلث الصغير اللي قاعدته بتغير لونها لو عملها اخضر. هذا المثلث من هان لهيك لهيك، ما له مدى المثلثين متشابهان. طيب لو كانت النقطة P هذه ترتفع H عن سطح البحر، إذن والطيارة ترتفع كابيتال H عن سطح البحر، إذن كديش الطيارة ترتفع عن النقطة؟ H ناقص H صح؟ مزبوط؟ H ناقص H صح؟ بقول لك عندي نقطة هاي ارتفاعها H عن سطح البحر والطيارة كابيتال H، إذا الطيارة كم ترتفع عن النقطة؟ كابيتال H ناقص سمول H. مضبوط؟ كيف؟ كابيتال H ناقص سمول H. هي كابيتال H ناقص سمول H. هي الآن لما في عندك مثلثين بتشابهوا شو بيطلع عندي؟ ضلع على ضلع يساوي ضلع على ضلع يساوي ضلع على ضلع ويساوي ارتفاع مثلث على ارتفاع مثلث. فالآن لما هذول المثلثين بتشابهوا معناته عندي هذا الضلع هي اللي هو بي كابيتال بي على هذا الضلع اللي هو البارالاكس الاكس بارالاكس هي بي على بي اكس شو بيساوي؟ بيساوي ارتفاع المثلث اللي هو اتش ناقص اتش على ارتفاع المثلث هذا اللي هو البعد البوري اف. شفتوا اذا هاي العلاقه منين اجت يا شباب؟ واضحه منين اجت العلاقه هذه؟ ايوه بي هاي بي على بي اكس هي اوكي
تساوي ارتفاع المثلث اللي هو اتش ناقص اتش على ارتفاع المثلث هذا اللي هو ايه. عيد كتابتها، بيطلع ان ارتفاع النقطة هذه عن سطح البحر هيو بيساوي ارتفاع الطيارة ناقص الاير بيس بين الصورتين في الجو في البعد اللي بقول الكاميرا مقسوم على البارالاكس. هلا هذا معروف ارتفاع الطيارة في أجهزة بتقيس، وهذا معروف اللي هو سرعة الطيارة في الزمن المنقضي بين آخر صورتين والثلاثين أو من هنا واحد ناقص وقف في دبليو، والبعد البوري معروف. ظل ما علينا إلا نقيس البارالاكس للنقطة ونعوض في المعادلة، بيطلع عندي ارتفاع النقطة عن سطح البحر. وهذا هو الفوتوغرامتريك ليفلينج اللي حكينا عنه في مقدمة شابتر 4 بمساحة واحد، كنا بشابتر 11 نجي له إن شاء الله تعالى. وهي المعادلة اللي اشتقناها هي من أشهر معادلات الفوتوغرامتري. واضح يا شباب؟ أوكي. تتوقعوا سؤال عليها كمان هي في الامتحان الآن. الأحد الجاي أعلنوا أنه في عطلة، أنا ما زلت بسجل عشان هذا يسمع. إذا بنشد حالنا بمحاضرة أنا بخلص المادي، بخلص الشابتر يعني هذا. بس المشكلة إنه الأحد، وبعدين إنه في عطلة، هل مستعدين تاخذوا المحاضرة الأحد ونخلص ولا ناخذ الأربعاء الجاي؟ أنا ما عندي مشكلة أخذها الأحد. وأنا ما عنديش مشكلة. ما عندكم مشكلة؟ موجودين خمسة هلا، في حدا عنده مشكلة؟ إذا عندكم مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة نأخذ المحاضرة الأربعاء. وهي هي أخذنا الأحد بنخلص الأحد. بس إحنا قاعدين شو بنسوي قاعدين؟ جينا رمضان في البيوت. فشو رأيكم؟ خلص الأحد دكتور ما. الأحد تمام. الأحد دكتور. أنتوا عاملين جروب للمساحة اثنين ولا مش عاملين؟ لا ما في دكتور. ما في. طيب انتوا بتعرفوا زملائكم، شو رايكم تخبروا بعض انه لحدنا ناخذ محاضره؟ ماشي ان شاء الله دكتور. ماشي خبروا بعض، خلص خلينا ناخذ المحاضره لحد ونخلص المادي. تمام ان شاء الله. على بركه الله، يلا يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. في جميع الحالات اذا جد اي جديد انا بنزلكم اعلان على الموديل. ماشي ان شاء الله. اوكي يلا سلام. السلام عليكم.